السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل متصفح بسيط. قلنا مثلا إن أنا سلكت هنا، ده التكست بتاعه فورم 1، ممكن نخليها متصفح. طيب دلوقتي أنا عايز أحط أداة للتصفح، براوزر، البراوزر أهوت. بص أنا بحط جزء صغير هو بيملى الشاشة. لو جيت على السهم الصغير ده هتلاقيه بيقول لي أنت عايز تملى الشاشة ولا لأ؟ بقول له انا عايز اعمل الشاشه. محتاج المنيو عشان افتح حساب الاكل اللي احنا عملناه. المنيو اللي هي الشروط اللي فوق ديت، تمام. اقول له مثلا فايل، وبعد كده هديله الموقع بقى اللي انا عايزها، وليكن مثلا بيم اريبيا. وبعد كده هقول له كلوز. طيب كلوز احط له اقول له ذس دوت كلوز بين قوسين، وبعد كده السيمي كولون بتاعتي. طيب اللي بعد كده اللي هو موقع بيم اريبيا اقول له ايه؟ هقول له ويب براوزر، ويب براوزر 1 دوت يو ار اي الخاصية بتاعتها اللي هي خاصة باليو ار اي ديت، هتساوي نيو يو ار اي، تمام. وبعد كده بين قوسين هبدأ اديله الموقع اللي انا عايزه، اللي هو بس بدل جوجل بقى خليها بيم اريبيا. طيب دلوقتي نشغل بقى المتصفح، واقول له فايل بيم اريبيا. طيب يبدأ يحمل الموقع اهو بالشكل ده. وبعد كده ممكن نقول له فايل كلوز، يروح قافل الموقع دوت.